كده واضح صح؟ صح. هي بس النهاردة سهل جدا جدا جدا، جميل. انتوا كل دروسكوا حلوة وقصص مسلية يعني. اسمه ايه عنوان الدرس؟ اسمه صانع القماش. مين هو صانع القماش ده؟ تعالوا نشوف كده. في قديم الزمان كان هناك رجل يصنع أقمشة للمراكب الشراعية، وكان يقضي العام كاملا في صنع كميات كبيرة من القماش حتى يبيعها لأصحاب المراكب بعد ذلك. كان في راجل زمان بيصنع بس الأقمشة للمراكب الشرعية. عارفين المراكب الشرعية اللي بيبقى فيها حتة قماش كده مثلثة مربوطة بحبل؟ هو الراجل ده كان كل شغلته، هو شغله طول السنة ان هو يقعد طول السنة يصنع الأقمشة بتاعة المراكب الشرعية دي، ويجي في نهاية العام يبيعها لأصحاب المراكب. هي دي كانت وظيفته. وفي سنة من السنوات، وبينما هو ذاهب لبيع إنتاج السنة التي قضاها في صناعة القماش، سبقه أحد التجار إلى أصحاب هذه المراكب وباع لهم أقمشته. في سنة من السنين هو قعد طول السنة يشتغل ويصنع الأقمشة علشان يبيعها في آخر السنة لأصحاب المراكب. وهو رايح علشان يبيع الأقمشة اتفاجئ إن في واحد تاني من التجار راح سبقه وباع الأقمشة لأصحاب المراكب. طبعا كده كل شغله باظ، هو كده معهوش فلوس يصرف بقية السنة، والأقمشة اللي معاه دي هيتصرف فيها ازاي؟ تعالوا نشوف بقى. هو احنا هنتوقع حاجة من الاتنين، يا إما هييأس، هيبقى شخص يائس وحزين وتعيس ومش هيقدر يعمل حاجة وهيقعد بس كده حزين جنب البضاعة بتاعته، أو إن هو هيشغل دماغه ويخرج من محنته بسرعة ويحاول يبيع الأقمشة أو يستغلها في حاجة تانية. تعالوا نشوف بقى هو أي شخص من الاتنين. وعندما وصل الرجل إلى هناك وجد الجميع قد اكتفى وأخذ ما يلزمه من القماش، فكانت له صدمة كبرى. ضاع كل تعبه وفقد تجارته وأضاع رأس ماله. هو كل الفلوس اللي معاه راح اشترى بيها أقمشة علشان يصنعها لأصحاب المراكب ويسترد فلوسه تاني مع الربح بتاعها. فهو دلوقتي ما باعش الأقمشة اللي هو صنعها، بقى خلاص رأس ماله ضاع، اللي هي فلوسه ضاعت، وكمان البضاعة بتاعته قاعدة ما فيش حد هيشتريها، مش عارف يتصرف ازاي. تعالوا نشوف الراجل ده هيعمل ايه بالظبط. جلس الرجل حزينا يفكر في حاله وماذا يفعل ليخرج من هذا المأزق. فاكرين كلمة المأزق؟ خدناها قبل كده، قلنا المأزق يعني الأزمة أو المشكلة، من هذا المأزق الكبير. وكان الجميع حوله يسخرون منه ومن وضعه البائس. يسخرون يعني بيستهزئوا بيه، كل اللي حواليه عمالين يتريقوا عليه، يا عيني شوف قماشه قاعد معاه، يا عيني مش لاقي حاجة يبيعها، يا عيني خسر، وعايزين يتريقوا عليه ويخلوه شخص بائس، عمالين يزرعوا فيه البأس والحزن. حتى إن أحد الرجال اقترب منه وقال له ساخرا، اصنع من قماشك أثوابا والبسها. وصار هو يقهقه. واحد قرب منه وراح جاي موطي عليه كده مشوش وقال له ايه رأيك يبقى اصنع من القماش بتاعك ده ثوب ليك والبسه، وقعد يضحك، عمالين يسخروا منه علشان يخلي عنده حالة من اليأس. طيب هو سمع كلامهم وبقى يائس وبائس ولا عمل ايه بالظبط؟ في البداية انزعج صانع القماش المسكين كثيرا من مزحة الرجل الثقيلة، إلا أن فكرة أخرى خطرت له، وهي أن يقوم فعلا بصناعة ملابس لأصحاب المراكب والبحارة. يعني شايفين السخرية اللي جات له من الشخص ده هي اللي جابت له الفكرة إن هو إزاي يخرج من الأزمة بتاعته وينتصر عليها ويكسب تاني ويشتغل تاني. هو قال له ايه رأيك تروح تصنع بالأقمشة بتاعتك دي ملابس وتلبسها. لما قعد مع نفسه يفكر قال طيب انا ليه ما اخدش الأقمشة دي وفعلا اصنع منها ملابس، بس مش ليا ملابس، وابيعها لأصحاب المراكب والبحارة. فعلا عمل كده من كمية القماش الكبيرة التي صنعها ثم يبيعها عليهم. صاح الرجل مناديا، من يريد ثوبا من قماش قوي يتحمل طبيعة عملكم القاسية ويقيكم البرد والمطر؟ فأعجب الناس سريعا بفكرته وتهافتوا عليه ليخيط لهم الأثواب من هذا القماش المتين.
أول ما بدأ يفكر، أنتوا عارفين القماش بتاع الشراع ده بيبقى قماش تخين سميك علشان يقدر يتحمل الرياح والبرد والأمطار اللي بتواجههم في البحر. فهو فكر وقال لهم: ها مين فيكم عايز يلبس ثوب، يرتدي ثوب يقدر يتحمل برد الشتاء والأمطار وطبيعة عملكم؟ كلهم فكروا: الله دي فكرة حلوة قوي إن إحنا نلبس ثياب من أقمشة سميكة تحمينا من البرد. كلهم بدأوا يروحوا عليه مبسوطين جدا بالفكرة علشان يخيط لهم ثياب. فوعدهم الرجل بصنع المزيد والمزيد في السنة المقبلة، وهكذا بدأ العمل في صناعة الملابس، وأدخل بعد التعديلات مثل الجيوب لبعض النقود حتى تستوفي كل احتياجات العمال. بدأ كمان يعدل، أول ما صنع لهم الملابس صنع ملابس عادية جدا من غير أي جيوب ولا أي حاجة. بعد كده بدأ يفكر إن هم أكيد محتاجين جيوب علشان يشيلوا فيها فلوسهم، فبدأ يصنع لهم جيوب. عمل إيه كمان؟ ويحرصوا على ارتدائها دائما. وبهذه الطريقة تمكن الرجل المكافح من تحويل الأزمة إلى نجاح كبير. يلا حبايبي، هل يأس العامل بعد خسارته الأولى؟ يأس؟ لا لا لا، هو ما يأس، هو فكر. يعني ممكن واحد مثلا، ممكن طالب يجي مثلا عمل إيه ما كانش مجتهد قوي، فواحد صاحبه قال له، قعد يتريق عليه وقال له: خليك انت كده فاشل، احنا كلنا اشطر منك، احنا هنعمل مثلا لوحات ونقدمها للتيتشر ونبقى متميزين عنك، احنا هنطلع من الاوائل، احنا مش عارف ايه. ممكن ولد ياخد الكلام ده ويبقى حزين جدا ويائس جدا ويقعد على جنب يعيط ولا يذاكر ولا يعمل اي حاجة، علشان كتر الكلام السيء ده بيحبطه، بيخليه نفسيته تعبانة وما يقدرش ينجح. في حد تاني الكلام السيء ده بالعكس بيحفزه ان هو لازم يثبت للجميع ان هو كويس، وان هو يقدر يقف على رجله، وان هو هيبقى متميز في مجاله. وبالفعل الولد يبقى شاطر ومتفوق، ويتفوق كمان على اللي كان بيحبطه ده. طيب هو في الاول كان بيسمع ايه؟ وصل المراجع. ياسين، قول لي ياسين كده، ياسين سامح، قول لي ياسين. نعم يا تيتشر. قول لي ياسين، هو كان الأول بيصنع إيه؟ كان بيصنع القماش. أقمشة لإيه؟ على البحارة اللي أقمشة للمراكب الشراعية. المراكب الشراعية. إيه اللي خلاه فشل يا تالا؟ إيه اللي خلاه يخسر رأس ماله؟ إيه اللي حصل؟ واحد سبقوه وباع للناس. برافو عليك، سبقه احد التجار وباع اقمشته للناس. طيب بصوا كده حبايبي، عندنا الجدول الموجود قدامنا ده، احنا قرأنا النص وفهمناه، عايزين نعرف قبل مناقشة مجموعتي ايه اللي حصل، وبعد مناقشة مجموعتي ايه اللي حصل. يصنع اول حاجة قبل مناقشة المجموعة بتاعتنا، يصنع الرجل الأشرعة. هو الأول خالص كان بيعمل إيه؟ يصنع إحنا أول ما بدأنا نعرف الدرس عرفنا إن هو كان بيصنع الأشرعة. طيب بعد ما تناقشنا مع بعض وفهمنا الدرس، عرفنا إن هو ظل لحد آخر القصة بيصنع الأشرعة؟ لا لا، يصنع ملابس. وبدأ يصنع إيه؟ ملابس البحر. ثانية واحدة، شايفين أول علامة اللي احنا كتبنا عندها المعلومة دي؟ بصوا كده، لما نرجع هنا هتلاقي، بص في العلامة الحمراء، شايفين الجزء الأحمر ده مكتوب فيه إيه؟ ما أعجبني في القصة. شايفين العلامة اللي عاملة زي الوردة دي؟ هي أيوة أيوة. هي أول علامة، هي أول علامة عندنا في الجدول، اللي هي ما أعجبني في القصة. اللي أعجبنا في القصة إيه؟ إن الرجل كان في الأول بيصنع أشرعة، وبعدين ما يأس وبدأ يتحول ويصنع إيه؟ ملابس للبحارة. طيب تعالوا نشوف تاني حاجة، علامة إيه؟ الشرطة المايلة دي، الشرطة المايلة دي، تعالوا نرجع كده نشوفها عايزة إيه؟ هي
ما لم يعجبني في القصة؟ إيه اللي مش عاجبنا في القصة؟ المية بعد إذنكم يسير هنا بقى ما لم يعجبني في القصة. أول حاجة، الحاجة اللي ما عجبتناش وتأثرنا بيها إن هو فقد تجارته وضاع رزقه. طيب بعد ما اتناقشنا مع بعض وعرفنا بقية القصة، إيه بقى اللي حصل؟ اللي هو فكر بحل للتخلص من سخرية الناس. طيب هنبدأ علامة الاستفهام، ما لم أفهمه من القصة، إيه اللي إحنا ما فهمناهوش من القصة؟ اللي هو أول ما بدأنا نقرأ القصة وعرفنا إن هو خسر رأس ماله، مش عارفين هو عوض ده كله إزاي؟ ماذا فعل لتعويض خسارته؟ بعد ما اتناقشنا مع بعض عرفنا الإجابة، هو عمل إيه علشان يعوض خسارته؟ صنع ملابس البحارة وعدل على صناعته اللي هو بدأ يصنعها لهم تحتوي على جيود لتسدي احتياجاتهم. آخر حاجة علامة اللي هي البلاس دي الزائد دي، ماذا تعلمته من القصة؟ تعلمنا إيه؟ عدم اليأس والثقة بالنفس، النجاح وتحويل الخسارة إلى ربح. تعالوا كده نشوف الإجابات. أول حاجة قبل مناقشة المجموعة، الرجل كان يصنع إيه؟ ها؟ كان بيصنع إيه؟ الأشرعة. بعد ما تناقشنا مع بعض عرفنا هو بيصنع إيه؟ ملابس البحارة. ما لم يعجبني في القصة، إيه اللي ما عجبناش في القصة في الأول؟ إن هو فقد تجارته وضاع رزقه. بعد ما تناقشنا عرفنا هو عمل إيه؟ فكر بحل للتخلص من سخرية الناس. من سخرية الناس. طيب السؤال اللي احنا كنا عايزين نسأله، ماذا فعل لتعويض خسارته؟ قبل ما نتناقش، قبل ما نكمل بقية الدرس، كنا عايزين نعرف هو عمل ايه عشان يعوض خسارته؟ صنع لبس للبحارة. صنع ملابس للبحارة. يعني ايه عمل؟ وعدل على بضاعته. عمل ايه هو على البضاعة بتاعته؟ ازاي عدلها؟ هي البضاعة بتاعته كانت ايه الأول؟ كانت أصلصة للمراكب. كانت أشرعة للملابس، أشرعة للمراكب، وبعدين حولها لملابس. بعد ما حولها لملابس جات له فكرة إن هو يصنع لها إيه؟ جيوب. آخر خالص، إيه اللي إحنا اتعلمناه من الدرس ده؟ عدم اليأس. ما تخليش يأس. أي حد يخليك شخص يائس، ما تخليش أي حد يحسسك إن أنت فاشل، أي حد يقول لك أنت مش شاطر، أنت مش فاشل، أنت ما بتفهمش الدرس بسرعة، أنت مش عارف إيه، لا أنا ما بقاش بقى زعلان وأقول أه ده أنا فعلاً عندهم حق، أنا مش ناجح، أنا فاشل، أنا مش بستوعب بسرعة، أنا كده، لا ده أنا أذاكر وأجتهد وأعمل مجهود جبار علشان أثبت لهم إن أنا متفوق وأحسن من أي حد. النجاح وتحويل الخسارة إلى ربح. يلا حبايبي صوروا الصفحة دي بعد إذنكم. يا تيتشر لسه صورتهاش. خلاص حبايبي؟ لا لسه. طيب لو واحد او اتنين بس صوروها يقولوا اوكي تيتشر وهم ينزلوها على الجروب عشان احنا ننقل لحاجه تانية. اوكي تيتشر. اوكي تيتشر. هنا بقى شايفين فوق هنا مكتوب ايه؟ اجيب عن الاسئله الاتيه بس مش شفهيا، يعني المفروض ان احنا هنعمل ايه؟ هنحلها. هنكتبها. المفروض ان احنا هنكتبها. انا هحلها معاكم شفوي وعايزاكم تحلوها، وبكره ان شاء الله هنزل لكم الاجابه الصحيحه بتاعتها. اتفقنا؟ اتفقنا. هنحلها في البيت؟ حلوها وبكره هنزل لكم الاجابه بتاعتها. ماشي. ما المشكله التي واجهت صانع القماش؟ ايه المشكله اللي واجهته؟ ان هو السخريه. ثانيه واحده. أنا عايزة عبد الله عادل. نتيجة. قولي يا عبد الله، إيه هي المشكلة اللي واجهت صانع القماش؟ إنه خسر عمله وخسر راس أمواله.
ان هو في تاجر اخر سبقه وباع الأقمشة لأصحاب المراكب. ماشي. أبو بكر. قل لي لو كنت مكان صانع القماش ماذا تفعل؟ لو أنت مكان صانع القماش وخسرت، خلاص خسرت رأس مالك، هتعمل إيه؟ أوزع القماش. هتوزعه على مين؟ هتوزعه بدون ربح؟ الناس اخدوا، الناس خلاص، الناس اصحاب المراكب اكتفوا باللي اخدوه من التاجر الاخر. هو دلوقتي خلاص معاه راس ماله كله في الاقمشه اللي معاه دي، هيعمل ايه؟ هيقعد يائس حزين كده بائس ولا هيفكر في حل اخر؟ هيفكر. هنقول ايه؟ افكر في حل اخر اعوض به خسارتي. تمام كده؟ تمام. ادم. آدم. لا يا تيتا. قول لي يا دوما، ما رأيك لو استسلم صانع القماش للمشكلة؟ لو صانع القماش ده استسلم للمشكلة اللي هو كان فيها وفضل قاعد كده ولا فكر في حل بديل ولا أي حاجة، فضل قاعد بالأقمشة بتاعته كده مش عارف يبيعها، كان هيحصل إيه؟ أسهلها لك أكتر، ده هيبقى تصرف صحيح أم تصرف خاطئ؟ هي خاطئ. برافو عليك. طيب هو علشان تصرف خاطئ إن هو سيبقى فقيراً ولا يعوض خسارته؟ لو هو فضل كده ما تفكرش في حل الآخر، سيظل فقيراً ولا سيعوض خسارته؟ أوكي. يظل فقيرا. برافو عليك. عايزه مين اللي ما كانش مجاوب امبارح؟ احمد حامد. فين احمد حامد؟ احمد حامد. برضه احمد ما بيردش النهارده. اقترحوا حلا اخر للمشكلة التي وقع بها صانع القماش. ده كل واحد فيكم يكتب الاجابة اللي هو عايزها، اي اجابة للسؤال ده هتبقى صح، اي حل هيعوض بيه خسارته هيكون صح. كده احنا جاوبنا الاسئلة شفوي، عايزاكم تكتبوها وبكرة ان شاء الله انا هنزل لكم الاجابات الصحيحة. طيب الممارسة بقى. نكتبها في الكراسة ولا نكتبها في الكتاب؟ لا في الكتاب. بالقلم الرصاص، بالقلم الرصاص لحد ما انزل لكم الاجابة تصلحوها. تمام. ما خدتش جنى. جنى كده كتير يا جنى، احنا من اول السنه قايلين اطباع الوحده الاولى، امال انت بتكتبي في ايه من ساعه ما بدانا؟ تيتشر هي دلوقتي يا تيتشر هي لسه داخله يا تيتشر النهارده والله يا جنى اول يوم. طيب بص يا جوجو، احنا حبيبتي طبعنا الوحده الاولى من الكتاب، اللينك بتاعها هتلاقيه على التيمز او على الجروب، خذيه من اي حد من اصحابك واطبعي الوحده الاولى لحد صفحه 85، كملي كل اللي فاتك، ودي صفحه 65. ماشي يا جنى؟ طيب وذاكري اللي فاتك، ولو في اي حاجه مش فاهماها اساليني فيها وانا هشرحها لك. ماشي يا جوجو. بصوا بقى حبايبي، أتعاون مع مجموعتي للقيام بإحدى المهام الآتية مستعينا بالنموذج الذي يليها: تغيير أحداث القصة، إضافة أحداث وشخصيات أخرى، توقع نهاية مختلفة، تغيير المشكلة أو الحل. إحنا دلوقتي عندنا صانع القماش كان فيه المكان والزمان والشخصيات والأحداث والمشكلة والحل، إحنا عايزين نختار مهنة أخرى، فأنا اخترت لكم مهنة القلاف. مين هو القلاف ده؟ هو صانع السفن، الشخص اللي بيصنع السفن من الخشب اسمه ايه؟ الخلاف. القلاف بالقاف اسمه القلاف. ايه؟ القلاف. برافو عليكم. فالقلاف ده كان صانع السفن، القلاف اشترى كميات كبيرة جدا من الخشب علشان يصنع السفن الضخمة، وبعدين لاحظ ان في تاجر غني سبقه وباع السفن للبحارة، فحزن القلاف وفكر بحل مناسب. عرف هو قاعد يفكر كده، طيب الخشب ده يا ترى هستفيد منه ايه؟ فكر ان الصيادين او البحارة دول لما بيصطادوا السمك بيبقوا عايزين صناديق يخزنوا فيها السمك ده،
والحاجات اللي بيصطادوها. فكر ان هو بدل ما يقعد حزين وبائس ويخسر رأس ماله ان هو يصنع لهم الصناديق. تعالوا كده نشوف ايه هي المهنة. القلاف اللي هو صانع السفن. بعد شراء القلاف كميات كبيرة من الخشب لصنع السفن الضخمة، لاحظ تاجرا غنيا فبقه وباع البحارة ما يحتاجونه من سفن. فحزن القلاف وفكر بحل مناسب، فصار يصنع الصناديق التي يحتاجونها البحارة لتخزين الصيد وبعض الطعام، فنجح وربح ربحا كثيرا. يعني الشخص لازم ما ييأس أبدا 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 من أي حاجة يفشل فيها، لازم يفكر ويعوض خسارته بسرعة. فهمنا كده حبايبي؟ يلا صوروا الصورة دي. الصفحة دي نصورها. عملت لها سكرين شوت. أنا هصورها. وأنا صورته. برافو عليك. شطار حبايبي. طيب احنا بقى دلوقتي يا حلوين هنلعب لعبة تانية. بس ثانية واحدة عشان عايزة اشير الصورة من الاول تاني. ظهرت قدامنا الصفحة؟ لا ظاهر الفايل بتاعك يا تيتشر. لا الصفحة ظهرت. لا ده الفايل. لا يا ابني كلنا شايفين الفايل. كلكم شايفين الفايل؟ ايوه شايفين الفايل. لا يا ابني احنا بس شايفين الفايل بتاعك. انا سامعة صوت. ليه 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 ليه؟ كده ايه؟ لا شايفين كويس قوي. تمام شايفين كل حاجه. طيب احنا المرات اللي فاتت كنا بنسال في اللي احنا درسناه قبل كده، صح؟ من خلال اسئله الدروس. احنا النهارده بقى عايزين نمسك الدرس ده وهو اللي نطلع منه الحاجات اللي احنا درسناها قبل كده، ومنه كمان نراجع علشان جنى تحضر معانا شويه. احنا اخدنا حاجة اسمها اسم وفعل وحرف. ركزي يا جنى في اللي احنا هنقوله عشان دي مراجعة ليكي انت كمان. اللي فاتح المايك بعد اذنكم يقفله. بصي يا جوجو، احنا قلنا ان اقسام الكلام اي كلمة احنا بنتكلمها لازم تكون حاجة من ثلاثة، مش هتخرج عن حاجة من الثلاثة دول، يا اسم يا فعل يا حرف. اسمعي بقى زمايلك وهم بيجاوبوا علشان تعرفي تفرقي بينهم. تالا. نعم. انت دلوقتي هتقومي بدوري، انت التيتشر، وهتشرحي لجنى يعني ايه اسم، ازاي تقدر تعرف الاسم. الاسم هو زي لما بيبدا بال زي ايه الاول؟ قولي لها زي اسم ايه واسم ايه واسم ايه. او التنوين هو اسم. اسم انسان او ايه؟ أو حيوان. برافو. أو جماد. تمام كده. وقلنا إن أي كلمة فيها إيه أو إيه أو إيه تبقى اسم. تنوين ألف ولام أو تاء مربوطة. أي كلمة فيها ألف ولام أو تنوين أو تاء مربوطة تبقى اسم. يعني لما أقول الرجل يبقى دي اسم. لما أقول معلمة تبقى اسم. لما أقول رجلا تبقى اسم. يبقى اي كلمة فيها الف ولام تنوين تاء مربوطة الكلمة دي على طول من غير ما نفكر تبقى اسم. لو سمحت اللي فاتح المايك اقفله، بس اللي انا بطلب منهم يجاوبوا هم اللي يفتحوا المايك. خلاص يا توتا، ميرسي ليكي حبيبي، اقفلي المايك. ماشي. تسبيح. تسبيح انت برضو هتقومي بدور المعلمة وتشرحي لنا يعني ايه فعل. برافو. الفعل ده شيء بيحدث في زمن معين. طيب هو في كذا فعل؟ هو احنا اخذنا كذا نوع من الافعال ولا نوع واحد؟ يا شيخة يا شيخة
مريم محسن. مريم. نعم يا تيتشر. مريومة قولي التسبيح، تسبيح بتقولي إن الأفعال نوع واحد، الكلام ده صح؟ لا. إنت النوع للفعل؟ في مثلا لو إحنا زعلانين أو فرحانين أو إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ لا أنا هزعل كده منكم أوي أوي أوي. ريتال، ريتال مجدي. ايوه يا تيتشر. قولي لي يا ريتال الكلام ده صح اللي بيقولوه؟ اني كلام عشان ما سمعتش كويس. احنا دلوقتي بنقول ايه هي انواع الفعل، فتسبيح قالت لي الافعال نوع واحد، ومريم قالت لي ان الفعل ده بنكون زعلانين او فرحانين. انا ما فهمتش حاجه، تعرفي انت تشرحي لنا يعني ايه فعل؟ احنا قلنا الفعل ده شيء بيحدث في زمن معين. طيب في كم نوع للفعل يا ريتال؟ ثلاثة. برافو عليكي، ايه هما؟ ماضي ومضارع وامر. برافو عليكي يا ريتال، شطورة. ناخد الولاد بقى شوية، شكلهم ناموا مننا. احمد حسن. نعم يا تيتشر. شايف اول سطر في الدرس يا احمد؟ في قديم الزمان كان هناك رجل يصنع اقمشة للمراكب الشراعية وكان يقضي العام. عايزك تستخرج لي من هنا فعلين وتقول لي نوعهم ايه. يلا. في قديم الزمان كان هناك رجل يصنع اقمشه المراكب الشراعيه وكان يقضي العام. يصنع. برافو برافو. دي افعال ايه؟ مضارع. مضارع. برافو عليك، شطور. الاثنين مضارع. اريا. اريا قولي لي يا دوري اول سطر حبيبي. في كمان اسماء، انا عايزاكي تستخرجي لي اسمين من اول سطر. في قديم الزمان كان هناك رجل يصنع أقمشة للمراكب الشراعية وكان يقضي العام. احنا قلنا يا أريا ان الاسم ليه علامات صح؟ اي كلمة فيها ايه؟ ألف ولام. برافو. او تنوين او تاء مربوطة. شوفي كده الاول سطر، السطر الاول ده فيه كلمات فيها ألف ولام او تنوين او تاء مربوطة. طب يلا قولي لي ايه هي امر. سهلين يا اريا، يلا حبيبي امسكيهم كلمه كلمه كده وشوفي الكلمات اللي فيها الف ولام دي سهله، الكلمات اللي فيها تاء مربوطه سهله. لو مش عارفه تتهجيهم حاولي فيهم وانا ساعدك. الزمن. الزمان. برافو عليكي، ادي كلمه. عايزه كلمه كمان. رجل. برافو عليكي عشان رجل فيها تنوين، شطوره. عايزه ولد. البنات اقفلوا المايك. الولاد فين؟ مروان. مروان. ايوه تيتشر. قول لي حبيبي السطر الثاني لما بنقول كاملا في صنع كميات كبيره من القماش حتى يبيعها لاصحاب المراكب بعد ذلك. السطر ده في كلمات بها حروف تنطق ولا تكتب. عايزه كلمتين يا مروان. هو السطر الثاني يا تيتشر؟ اه يا حبيبي السطر الثاني. كاملا في صنع كميات كبيرة من القماش حتى يبيعها لأصحاب المراكب بعد ذلك.
كاملا. كاملا، برافو عليك. ايه هو الحرف اللي ينطق ولا يكتب هنا؟ النون. برافو عليك، شاطر. ايه كمان يا مروان؟ ها فكر كده. يا مروان انا مش الحروف صغيره ومش شايفها كويس حبيبي. الصفحه كبيره اهي، انا كده مكبراها اكبر حاجه. طب انا اسهلها لك شويه، من اول حتى لحد اخر السطر. حتى يبيعها لاصحاب المراكب بعد ذلك. ذلك. برافو عليك، شاطر يا مروان، انا احييك اهو. طيب عايزه ولد كمان، بس ثواني قبل ولد كمان انا عايزه مريم محسن تاني. مريم. نعم. عرفتي انواع الفعل؟ مش قالتهم لك رتال يا مريم؟ ايه؟ ايه انواع الفعل؟ مش رتال قالتهم لك؟ مضارع. برافو، ماضي وامر. شطوره، برافو عليكي. ايوه كده صح، صحي مش عايزاكي تنسي. فين جنى؟ جنى اللي جايه النهارده اول يوم. فين جنى؟ ايه اسمها؟ انا هو جنى احمد. جنى احمد. ها يا جوجو، عرفتي ازاي نعرف الاسم؟ ايوه. اي كلمه فيها ايه يا جوجو؟ يا مين صوتك في صدى صوت فظيع يا جنى. جنى بقي شوفي المايك ليه في صدى صوت، علشان لما اسالك ما يعملش صدى صوت جامد كده. يا ابلة قولي لي حبيبي، عرفتي ايه هو الاسم؟ اي كلمه فيها ايه؟ فيها مين؟ الف ولام او تنوين او تاء مربوطه. ايتن. دكتوره ايتن. نعم يا ابلة. ازيك يا دكتور؟ قولي يا تونة، الفعل يصنع، احنا اخدنا من شوية زميلك قال ان يصنع فعل مضارع، انا عايزاكي تحوليها لي لفعل ماضي وفعل امر. هنقول ايه في فعل الماضي؟ ها يصنع، هاتيلي منها الفعل الماضي الاول. صنع. صنع، برافو عليكي. وفعل الامر لما تأمريه ان هو يصنع هتقولي له ايه؟ ها هنقول له ايه؟ انا بقول لك امري العامل ان هو يصنع الملابس مثلا، هنقول له ايه؟ اطلبي من العامل ان هو يصنع الملابس هتقولي له ايه؟ سهله تونا دي خالص. توتا، انت قدامك عامل وانا بقول لك اطلبي منه ان هو يصنع الملابس هتقولي له ايه؟ بسرعه، مين عارف؟ ريتال، قولي لها يا ريتال بسرعه. اصنع الملابس. اصنع الملابس، برافو عليكي. يصنع. خلاص حبايبي، خلاص وقتنا جري، معلش ما لحقناش نسال كله. ان شاء الله لو خلصنا بدري هعمل لكم مفاجاه ونعمل مسابقه بين البنات والولاد ونشوف مين اللي هيفوز فيها، متفقين؟ ماشي. يلا اسمع. باي باي. باي. مع السلامه. باي. دلوقتي انجلش.